شكرا كثيرا جولي، وأهلا وصباح الخير ومساء الخير للجميع، وطاب نهاركم وشكرا لانضمامكم إلينا. اسمي إلسبيث تشابمان، وأنا التحقت قريبا إلى التحالف كخبيرة للمناصرة في التحالف، وأنا سأيسر هذه الجلسة الآن، وهي عن تعريف طرق الوقاية المبدئية لحماية الطفل في الأعمال الإنسانية وفقا للورقة التي سنعرضها لكم. ولكن قبل أن أعرفكم جميعكم على العارضين الرائعين، سأقوم ببعض الأمور التنظيمية. هذه الجلسة مدتها ساعة ونصف، ونحن نهدف بأن تكون جلسة تفاعلية قدر الإمكان، ولكن نعلم بأن ذلك سيسبب بعض المشاكل لأن المجموعة كبيرة، ولكن سنحاول. ستكون لديكم الفرصة بأن تنضموا وتشاركوا عن طريق طرح الأسئلة والأجوبة، وكذلك عن استخدام إجابة بقياس المنتمتر، وكذلك التدريبات الأخرى. نحن نشجعكم بأن تبقوا الفيديو مشغولاً قدر الإمكان، ولكن نفهم أنه أحيانا بسبب الإنترنت قد لا تمكن من ذلك، ولكن نتمنى أن نرى وجوهكم. أما بالنسبة للغة، الرجاء أن تعيدوا صياغة اسمكم في الزوم حتى نعرف ما هي اللغة المفضلة لديكم في غرف الجانبية، حتى نقوم بذلك. حتى تغيروا يدكم، اذهبوا إلى الطرف الأعلى الأيمن من الفيديو وأعيدوا كتابة أسماءكم، وأضعوا إما AN للإنجليزية أو SP للإسبانية، FR للفرنسية أو AR للغة العربية قبل اسمكم، وهذا سيساعدنا تماما في أن نقرر أي غرفة جانبية نضعكم فيها. إذا كان عندكم أي صعوبة فالرجاء أرسال رسالة في علبة الدرجة وسنساعدكم قدر الإمكان. لاحظوا بأنه لا يتم تشكيل هذه المجموعات إلا إذا كان هناك عدد كافٍ من المشاركين لكل لغة، وإذا لم تقم بتغيير لغتك وتحدثها فسننقلك تلقائيا إلى مجموعة اللغة الإنجليزية. والآن الشريحة التالية من فضلكم. نحن سعيدون تماما بأن نعرف العارضين لهذه الجلسة. معي الآن سوزان فيزنيفسكي، وهي نقطة التركيز للحماية في التحالف، وكذا سيلينا جينسون، وهي نقطة التركيز لمجموعة الأعمال المتعلقة بالإثبات والتقييم والقياسات في التحالف، حيث أنها مهمة في تطوير المواد الأساسية للوقاية. أهلا وسهلا بكما، وشكرا كثيرا لوجودكم. والآن سننتقل إلى الشريحة التالية، وبسرعة سأتحدث عن ما هي أهداف هذه الجلسة، والتي هدفها هي أن أعطيكم تعريفا على ما هي الوقاية الأساسية. إذا ما هي الوقاية في حماية الأطفال في أعمال ضمن السياقات الإنسانية، سواء كانت مثلا حماية أولية ثانوية أو ثالثة؟ أهمية الوقاية ولماذا هي مهمة؟ كما سننظر إلى برامج خطوات برامج أو برمجة الوقاية، وما هي الأعمال الرئيسية التي يجب ناخذها أيضا بناء إلى عناصر البرمجة الأساسية للحماية. لذلك قبل أن ننتقل، نود أن نعطيكم شيئا يكسر الصمت. لن أطلب منكم أن تغنوا، ولكن نريد أن ننتقل ونتعرف معكم على الطريق الافتراضي. الرجاء أن تضعوا بالربط على الرابط في علبة الدردشة، الرجاء أن تضعوا الدولة التي تنتمون إليها. إذا كان للمنتج أن يقوم بذلك في علبة الدردشة، فالرجاء أن تضغطوا عليها وتخبرونا من أي دولة أنتم، وبذلك يمكننا أن نرى ذلك. رائع. إذا يوجد لدينا الأردن، كندا، وإسبانيا، كما لدينا أشخاص من المغرب، فرنسا، ماليزيا، السويد، والسودان، سويسرا، الصين. هذا رائع. من الأكوادور أيضا. نعم، هذا رائع تماما. إنه رائع أن نرى كيف هذا الاجتماع الافتراضي يجمعنا من دول مختلفة، وهذا رائع. وأرى بأنها تزداد أكثر، مثل تونس، عمان، كونغو. إن هذا رائع للغاية. والآن شكرا كثيرا لمشاركتكم في هذه، والآن سنعطيكم فيديو حتى نقدم لكم موضوع الحماية. وسوية سنجتمع وننتبه إلى قصة سارة، وهي تركز على أهمية الوقاية لحماية الأطفال في السياقات الإنسانية. الكثير من زملائنا الذين يعملون في دعم هذا الفيديو، لذلك أشكركم جميعا.
وكنقطة ثانوية، هي تركز على العمالة كخطر لسارة، ولكن فيها عناصر أخرى للأذى، لذلك انتبهوا إلى تلك العناصر في الفيديو أيضا. والآن يمكننا بدء بعرض هذا الفيديو، تفضلوا من فضلكم. هذه سارة، عمرها 12 عام وتعيش مع عائلتها في مخيم. سارة تستمتع باللعب مع أطفالها وأخواتها الأصغر. كانت تذهب إلى المدرسة، ولكنها كانت منزعجة تماما بسبب علاماتها السيئة، ولذلك فقدت الكثير من الأشهر بسبب الحرب في منطقتها. وعندما لم تكن تفهم شيئا في المدرسة، كانت تبقى صامتة ولم تطرح أي أسئلة. ولأنه كان هناك الكثير من الأطفال في الصف، فإن آنستها لم تنتبه لأن سارة كانت تعاني. بعض أصدقاء سارة قد ذهبوا إلى العمل في المزارع بدل من الذهاب إلى المدرسة، وقرر سارة أن تنضم إليهم. آباء سارة لم يكن قادرا على وجود حصول على عمل. أبوها كان عليه أن يترك أدواته للنجارة لأنه هربوا من المزرعة بسبب الحرب، ولم يكن عنده المال الكافي ليشتري أدوات جديدة. عدم وجود مصدر رزق جعل أباها وأمها غاضبين تماما ومحبطين. عائلة سارة عليهم أن يعتمدوا على توزيع غير منتظم من الوكالات الإنسانية أو من جيرانهم، وهذا لا يكفي لأن تتغذى سارة وعائلتها. عائلة سارة يعلمون بأنها لا تقوم بعملها بالمدرسة، ولكنهم محبطون، ولذلك قررت بأن تتوقف عن الذهاب إلى المدرسة وتقضي 12 ساعة في اليوم سواء كان حر أو بارد في العمل في المزارع. الأطفال لا يعاملون بشكل جيد ويضربونهم إن استغرقوا الكثير من الوقت في الاستراحة، وسار عليها أن تمشي بالليل مسافة طويلة قبل بزوغ الشمس للعمل في المزرعة. وخلال هذه الرحلة فهي تخاف من الأشخاص الذين تجتمع فيهم عبر الطريق. وعندما سار رغم أنها سار بأنها تكسب بعض المال، ولكن العمل يجعلها تعبة وخائفة، وتبدأ بالقلق عن مستقبلها إن لم تعود إلى المدرسة. واليوم سارة تجتمع مع عامل اجتماعي. هذا العامل الاجتماعي هو يريد أن يعيد سارة وأهلها وأسرهم بالخدمات التي تسمح بسارة بالعودة إلى المدرسة، ولكنها تتساءل ما الذي يمكن أن يحصل حتى نمنع سارة من أن يكون عندها عمالة أطفال في البداية. ما الذي يمكن أن نقوم به لحماية الأطفال الآخرين من أن يحصلوا على أذى في هذا المجتمع؟ إذن دعونا ننظر إلى الفرص التي منعت سارة التي تمنع سارة من الدخول في عمالة الأطفال. هذه سارة قبل أن بدأت العمل في المزرعة، ولكن الآن الحماية الأساسية والدعم موجودة في مكانها لمنع عمالة الأطفال. الأشخاص في مخيمات اللاجئين أدركوا بأنه مشكلة، وأعضاء المجتمع ناقشوا مع الأطفال وعائلاتهم والوكالات الإنسانية عما يمكن القيام به. توزيع الأموال زودوها لكل العائلات في المخيم، وأبوها استخدم بعض هذا المال لشراء أدوات النجارة. الآن هو مشغول في ورشة عمل وعنده كافي من الراتب حتى يعطي الأكل لعائلته. أبوها وأمها الآن ليس متوترين مثل السابق بسبب الراتب الموجود، بذلك يمكن أن يستمتعوا بأوقاتهم كعائلة في المساء. سارة تشعر بأنها آمنة بحيث أن أخبرت عليها بأنها عندها مشكلة في المدرسة وتريد أن تعمل في المزرعة بدلا عن ذلك. ولكن آباء سارة سمعوا بنتائج رسائلها خلال اجتماعات مجتمعية عن الظروف السيئة في المجتمع في المزرعة، ولذلك تحدثوا مع سارة عن أهمية أن تبقى في المدرسة، وأنهم أنه لا يمكن أن يعطوها دروسا خاصة، ولكن يمكن أن يضمنوا بأن يكونوا عندها وقتا هادئا للدراسة في بعد الظهر. إن جودة المدرسة أيضا قد تحسنت أيضا لاحقا، لأن رواتب الأساتذة قد تم رفعها إلى مستوى كاف، وتحصلوا على تدريب جديد حتى يكون هناك أساليب جديدة للتدريس. والآنسة ليست مضغة عليها، وعندما ترى بأن سارة عندها مشاكل فيمكنها أن تزودها بدعم إضافي خلال الدروس. سارة الآن عندها تطور في المدرسة وتستمتع بالعمل مع أصدقائها في المدرسة. وعمالة الأطفال كانت مشكلة حيث عاشت سارة، ولكن المجتمع حدد بعض الأعمال التي يمكن القيام بها حتى يعالج مشكلة عمالة الأطفال، مثل عدم وجود فرص للعمل وعدم وجود تدريس جيد في المدارس، وكذلك عدم تقدير كافي للعائلات لخطر الأطفال الذين يعملون في المزارع. أما وجود آباء داعمين أيضا يساعد سارة بالتعامل مع المشاكل. هذه الجهود الوقائية ساعدت المجتمع بأكمله، وبذلك ليس فقط منعوا سارة من أن تدخل عمالة الأطفال، ولكن الكثير من الأطفال وعائلات الآخرين في ظروف مشابهة.
العاملين الاجتماعيين عندهم، الإنسانيين عندهم دورا مهما ليلعبوا مثل هذا الدور. إن أنواع الأعمال التي نحتاجها لمنع عمالة الأطفال قد تكون مختلفة في مجتمعات أخرى. هذه الجهود يمكن أن نقوم بها من قبل لاعبين في حماية الأطفال بالتعاون مع الآخرين الذين يعملون بالتدريس وكمان عنف الأطفال، وكذلك الأمن الغذائي وقطاعات أخرى اعتمادا على الظرف. منع الأطفال للأطفال ممكن الانضمام إلى التحالف لحماية الأطفال في السياقات الإنسانية لتعلم المزيد عن منع الأذى للأطفال في السياقات الإنسانية مهم للغاية. شكرا. Okay. حسنا، أتمنى بأنكم قد استمتعتم بهذا الفيديو. قبل كل شيء أريد أن أقول مرحبا، وأنا سعيدة تماما لأن أكون معكم في هذه الجلسة اليوم عن المنع والوقاية. والآن أهلا بكم. لقد رأينا في الفيديو للتو بأن جهود الوقاية وبشكل خاص الوقاية الأولى هي قادرة على أن تمنع الأذى من أن يتكرر، ليس فقط للسيرة وإنما للآخرين في المجتمع. وأردت فقط أن أعيد تكرار ما قاله الآخرون قبل أن وضعنا الفيديو بأن هذا مثالا عن عمالة الأطفال، ولكن يمكن أن يحصل بأمور عن خطر وأذى وأذى للأطفال، مثلا منع تجنيدهم في العصابات المسلحة والجماعات المسلحة. إذن المجتمع يمكن أن يعرف بتحديد من هم في خطر أكثر من غيرهم، وربما يكونوا عندهم نفس المشكلة وقاموا بنفس الأعمال. وبذلك حتى عندما نعمل بمنع الأذى للأطفال وعمالة الأطفال واستقطاب الأطفال هو أيضا نفس المشكلة، ولكن مهم أن نعلم بأن نهج الحماية الأولى يمكن أن تستخدم لمنع الأذى للأطفال بشكل عام. إذا نرى في هذه الشاشة الآن بأننا سننظر إلى تعاريف الوقاية الأولية على المستويات المختلفة لحماية الطفل في العمل الإنساني. إذا نظرنا إلى المثلث الذي أمامنا يمكن أن نبدأ من الأعلى، وهي الوقاية الأساسية الأولى، وهي أوسع جزء من هذا المثلث لأن هذا هو المجموعة المستهدفة الأكبر بالنسبة لنا في الحماية الأولية. نستهدف كل الأطفال في مجتمع، في سواء كان في مجتمع مهما كان عدد المجموعة، سنرى حماية كل الأطفال. ثم بعد ذلك ننظر إلى جذور المشكلة والتي تعرض الأطفال للخطر بدل أن ننظر إلى عناصر الوقاية. هي تمنع هذا الأذى من أن يحصل، لكن الصفات الأساسية هي الحماية الأولية، هي أننا نعمل مع المجتمع بأكمله، وهذا شمولي إذن لكل المستضعفين وكذلك لكل الأطفال سواء كانوا حاليا في تحت خطر كبير أم لا. إذن الفيديو كما رأينا بأنه عدم وجود جودة جيدة في التعليم كان أحد عوامل الخطر التي تؤدي إلى عمالة الأطفال. وإذا عفوا كنا لنا يمكن أن نعرف ما هي المخاطر الرئيسية للأطفال، مثلا أن نعطيهم دروسا إضافية في المدرسة حتى يبقوا فيها، ولكن في هذا المثال ما الذي حصل؟ فإن المداخلة كانت بأن نرفع التعليم بكل المستوى وكذلك في مدارس أخرى ربما. إذا كل طفل كان استفاد، حتى الأطفال الذين يأتون إلى المدرسة في أوقات لاحقة. إذا هو مداخلة على مستوى الشعب أي مجتمع، وبذلك هو مستوى رئيسي. أما المستوى الثاني فهو مستوى ثانوي، كما نرى بأنه جزء أصغر من المثلث لأن الجماعات المستهدفة أصغر قليلا، لذلك نستخدم مجموعة من الأطفال الذين على خطر أكبر أو عواقب أكبر، وهذا قد يكون بسبب عوامل خطر محددة أو استضعاف. المهم أننا حددنا بأنهم غالبا سيعرضون للأذى، لذلك نستهدف هذه المجموعة بشكل محدد. وهنا نرى الكثير من برامجنا لحماية الطفل هي التي تكون فيها، إذن حيث نعمل مع الأطفال تحت خطر أكبر. وبعد ذلك إذا نذهب
إلى الطابق الأخير، ونعلم بأنه صغير وربما الآن قادرين على رؤيته، وهو الحماية الثامنة درجة ثالثة، وهنا هي أيضا مصغورة، مجموعة أصغر من المثلث لأنها جماعة مستهدفة بشكل كبير، وهي أفراد قد حصل لهم الأذى، وهنا نعطيهم دعم فوري. وأيضا نريد أن نتأكد بأن الأثر طويل الأمد لما حصل معهم يمكن أن نخففه، وأيضا نريد أن نتأكد بأن الأذى لا يتكرر، وهذا ما يجب أن نكتبه في أسفل هذا المستطيل، لذلك أعتذر لعدم وجوده. إذا هذه هي المستويات الثلاثة للوقاية، ويكون من الرائع أنه ربما اليوم أو في جلسة تالية في الجلسات المواضيعية خلال الأسبوع بأكمله، عندما نستمع إلى المتحدثين يتحدثون عن نهجهم المختلفة وبرامجهم، يجب أن ننظر هل هذا وقائي أو وقاية أولية أم ثانوية أم ثالثة، وهذا سيساعد أن يعطينا طرق لأن نصنف الأنواع المختلفة للمداخلات، وبذلك نتحرك أكثر باتجاه الوقاية الأولية. والآن ما سأقوم به هو أن أتحدى ما هو فهمنا لهذه المستويات الثلاثة. سأعطيكم حزورة، اسمع، هل هذا مثال عن الوقاية الأولية؟ أعلم بأنه لقب ظريف. سنعطيكم مشهدا وأنتم ستقررون نعم هذا مستوى أولي أم لا، وبذلك سيكون هناك رابط في علبة الدردشة التي يمكنكم الذهاب إليه، وسيضغط على سيناريو أي المشهد. الخط صغير كثيرا لكنها موجودة بالأربع لغات، فحاولوا أن تقرأوا اللغة المفضلة لديكم، وبعد ذلك اضغطوا على نعم أم لا. إذا قلتم نعم فقط نعرف الأعداد، لن نعرف من الذي أجاب، ستبقى الإجابات غامضة. والآن سأقرأ المشهد، ربما لبعضكم الذي ليس قادرا على قراءتها. إذن في المشهد الأول، فإن المجموعة المجتمعية تقوم بدورات حول العنف الأطفال المتعلق بالأمور الجندرية، والهدف أن يكون هناك امتلاكا أكبر للمجتمع، والتي تحدد عوامل للوقاية والتي ستمنع العنف الجنسي. إذن سأنتظر لحظة للجميع حتى يصوت. حسنا، أتمنى بأن جميعكم تمكن من التصويت، وبذلك معظمنا يقول لا، ودعونا نرى ما هو الجواب الصحيح. نعم هو الجواب الصحيح، الجواب هو لا. لماذا؟ لأن هذه المداخلة استهدفت بشكل محدد الأطفال الذين نجوا من العنف الجنساني والقائم على الجندرية، وهذا يأخذ الكثير من الوقت، وهذا يكون معناه بأنه من النوع الثالث، لذلك جيد جدا الذين أجابوا بشكل صحيح. والآن ما هو المثال الثاني؟ إذن ها هو المشهد، تم تحديد عدم الوصول إلى المدارس والمعايير الثقافية حول الزواج خلال التقييم كعوامل خطر لزواج الأطفال. تم وضع البرمجة لتوسيع المدارس الثانوية القائمة وتنظيم مناقشات مع السلطات الدينية والحكومية حول ممارسات الزواج المبكر. إذن هل هذا هو مثال عن الوقاية الأولية؟ نعم أم لا؟ رائع، الكثير منكم يجاوبوا. لا تتأثروا بالإجابات التي ترونها على الشاشة. نعطي الفرصة للجميع للإجابة. حسنا،
يوجد بعض الإجابات في علبة الدردشة أيضا. ممتاز. يبدو بأن معظمنا يقول نعم، وهذا سيكون الجواب الصحيح. نعم، هذا مثال عن الوقاية الأولية، لأنه استهدف كل الأطفال في ذلك السن العمري من ناحية المداخلة التي تحدثنا عنها. لذلك نعم، هي وقاية أولية. والآن نذهب إلى الشريحة التالية والسؤال التالي. إذن هنا السؤال الثالث: بدأ مشروع جديد سيوفر سلسلة من التوزيعات المقدمة للأسر، حيث تم تحديد الأطفال على أنهم معرضون لخطر كبير للتجنيد في القوات المسلحة والجماعات المسلحة. فهل هذا مثال عن الوقاية الأولية؟ هذه المرة سأترككم لتفكروا قليلا بالموضوع، وبعد ذلك ضعوا إجاباتكم. لا أرى استجابات في الدردشة، أرى إجابات في الدردشة، عفوا. أظن بأن معظم الأشخاص قد صوتوا الآن، وبذلك يمكننا أن نوضح ما هي الإجابة. لا، نعم، معظمكم حصلتم على الجواب صحيح. لماذا؟ ولا لأن هذه المداخلة مرة أخرى كانت تحدد بشكل محدد الأطفال الذين هم في خطر بأن يتم تجنيدهم للقوات المسلحة والجماعات المسلحة، ولذلك فهي تعتبر وقاية ثانوية. أنتم جيدون. والآن السؤال الأخير. حسناً، السؤال الأخير: تم العثور على سوء المعاملة الجسدية والعاطفية للأطفال داخل منازلهم كمشكلة كبيرة. تم نشر رسائل الخدمة العامة التي تحتوي على معلومات حول كيفية الوصول إلى خدمات دعم الأسرة المتاحة داخل المجتمع، بما في ذلك مجموعات دعم الأبوة والأمومة. إذن هل هذا مثال عن الوقاية الأولية؟ يمكنكم الإجابة في الرابط أو حتى في الدردشة. دعونا نرى إن كان الحظ ما زال يوافقنا. حسنا، والآن بعد أن قمت بالتصويت، هل تودون معرفة الجواب؟ نعم. إذن مرة أخرى معظمكم كان صحيحا. هذا مثالا عن الوقاية الأولية، أن الرسائل كان يمكن الوصول إليها لكل العائلات وكل الأطفال في المجتمع، حتى لو أنهم لم يستفيدوا منها، ولكنها الخدمات متوفرة. وهذا هو السبب لماذا هذا مثالا عن الوقاية الأولية. ممتاز، أحسنتم عملا. لقد حصلتم على فهم المسؤوليات الثلاثة للوقاية والمداخلة. هذا مؤثر تماما. أتمنى بأن ذلك يساعدكم في تزويد بعض المشاهد عن المسميات الثلاثة المختلفة. والآن سأعطي الكلمة لسلينا التي ستتحدث عن أهمية الوقاية الأولية. سلينا تفضلي، ابدأي من فضلك. أهلا بسوزان وأهلا بالجميع. قبل كل شيء أريد أن أطرح سؤالا لكم جميعا، إن كان بإمكانكم النقر على الرابط التي سنضعه في علبة الدردشة. سيكون هناك أيضا سؤالا في مقياس المنتي، والذي يسأل: لماذا كوقاية أولية، لماذا هي مهمة؟ هل يمكن أن تضغطوا على الرابط؟ وهذا سيحفز إجاباتكم. عظيم. لقد العديد منكم يقرأ بالنسبة للنفقات التأثيرية واحترام الأطفال ومعتقداتهم، ويكونوا أيضا استهداف السكان وأمن وسلامة الأطفال وحفظ الأطفال
في السلامة، خاصة في الأمور الأخلاق ومنع الضرر. هذه الثقة هي أمور عظيمة، والحماية العائلة بأكملها أيضا. طبعا يكون هناك تأثير كبير. شكرا على هذه الإجابات. هناك الكثير من الإجابات على هذا السؤال، هذا عظيم. هذا يطرح خاصة على أولئك، إذا نرى كل هذه الاستجابات الرائعة والوقاية الأولوية خاصة هي مهمة في أسباب عديدة. أريد أن أطرح ما ذكرتموه، المسؤولية والنفقات في الوقاية الأولية وتأثيرها. كما ذكرت سوزي، الوقاية الأولية هي ليس فقط منع ضرر الطفل، وأيضا تقليل مخاطرة كل الأطفال ضمن السكان. أهداف هذه الوقاية من الضرر هي لتقليل أعداد الأطفال الذين يختبرون الضرر، الذي هذا طبعا يتطلب نحن استجابتنا لهذه الأعمال وتنفيذها، الوقاية الأولية لتحقيق هذا. نحن نعرف حول مركزية الأطفال صحتهم وهضم هذه الخبرات على جميع هذه المراحل، وخاصة الأمور البيئية، وهذا مهم جدا. كما نرى نحن لخصنا، هي لدينا مسؤولية أخلاقية لمنع هذا الضرر قبل أن يحدث، وأيضا أن لخصنا في حماية الأطفال، وأيضا معاهدة الأمم المتحدة لحماية الأطفال أن لا يكون هناك ضررهم، وما هي مصلحة أفضل مصلحة لهم. هذه جذور الأسباب. لدينا مسؤولية لمنع من أن يقع على الضرر من الأطفال قبل أن يحدث. هذه أمور أخلاقية وأمور ليس لمصلحة الأطفال، وكيف يمكن نحن منعها من أن تحدث قبل أن تحدث. تنفيذ هذه الوقاية الأولوية وتقليل المخاطر وعواملها، وتقديم هي أدوات الوقاية في هذه الأعمال، أو بعض الوقاية ثانوية في بعض هذه الأعمال. في النهاية يمكن أن تحسن قدرة أطفالنا في مجتمعاتها للتكيف مع هذه الخبرات. نعود إلى الأمور الثانية هنا التي تم تلخيصها وإبرازها، هي النفقات في الوقاية الثانوية. وما نعني بالنفقات المعقولة هنا؟ للاختلافات بالنسبة للنفقات البرامج المختلفة والنتائج التي بالنسبة للوقاية، كما أشارت إليها المؤشرات. ونحن نعلم أن حماية الأطفال في قطاعات المساعدة الإنسانية تم تمويلها، وهذا أمر مرهن وعمل يمكن في النفقات في حماية في برامج حماية الأطفال بشكل عام، وخاصة في أمور الوقاية. على كل أحوال، هناك براهين من قطاعات أخرى في الصحة والتعليم لدعم الوقاية الأولية هو أكثر فاعلا، وأيضا الإطار العمل في هذا وقاية العمل يعطي حماية الوكالات لحماية الأطفال الهيكلية التي يقيمون هذه المبادرات الوقائية. وبالنسبة للمقارنة ستزيد وتحسن البرهان، ويكون نتائج أفضل للأطفال على المدى الطويل، وتشجع فريق العمل في إطار عمل الوقاية. الهدف هو أن نبتعد عن السؤال الذي سألناه، هناك كارثة إنسانية، ما هو أفجر ضررا والمخاطر الأقل في بالنسبة لإطار الأطفال والتحقيق عمل ما هي المخاطر والوقاية والأسباب المحفزة لهذه النتائج أن تظهر.
وكيف معالجة هذه المخاطر وتقوية العوامل الوقائية، وفي هذا بتقليل الاحتياج للاستجابة للوقاية الأولوية لديها هي تأثير أخلاقي كبير. وأقف الآن سوزان، الكلمة لك الآن. شكرا جزيلا لك. الآن نعود، كيف نعمل برامج الوقاية الأولوية؟ ونبدأ أسألكم سؤالا، والسؤال هو بسيط، في مجال عملكم اليوم هل أنتم الآن حاليا تعملون على الوقاية الأولية لحماية الأطفال وفي البرامج؟ وهي الآن سيكون رابط على الدردشة، صندوق رجاء النقر عليه، والإجابة بنعم أو لا. هل تعلمون على برامج حماية الأطفال الآن؟ تعملون على هذه البرامج وتدعمونهم أيضا؟ لنرى الإجابة الآن، إجاباتكم. أرى بعض الإجابات على صندوق الدردشة، هذا على برامج المؤشر المومنتي. أرى النتيجة، أنا مندهجة، الكثير يعملون على البرامج الوقاية الأولية وهذا أمر عظيم ونحن متحمسين لهذا. وأيضا في بقية الأسبوع في هذه الجلسة وفي خلال الجلسات الفرعية سنسمع مزيدا عن عملكم وخبراتكم حول هذا، عظيم جدا. هناك من الغرف تعمل على الوقاية الأولية. حسنا، شكرا جزيلا لكم. والآن سأعود إلى للتحدث على تطوير إطار العمل للوقاية الأولية لحماية الأطفال في المساعدات الإنسانية والعمل الإنساني. هذا الإطار الذي عملناه على أساس أولوي وأساسي الذي وضعناه وشاركناه معكم، سنبني من هذا العمل عليه، والأهداف وإطار الوقاية لإعطاء إرشادات إنسانية وتوجيهات إنسانية. هذا ما بالنسبة للعمل في الإنسانيين، هو لمنع الضرر بالأطفال في الأعمال الإنسانية. لنعمل، هذا سهل لتطبيقه. الإطار العمل سيكون في برامج هذه الإطار العمل، وهو النموذج في البرامج الذي تجدونه في حماية الأطفال ومعايير الإنسانية. وكل هذه 5 خطوات في هذه الدائرة، الأعمال الأكثر أهمية، هي مهمة في الاستجابة الأولية. هناك أيضا وقايات أخرى وبرامج أخرى مسؤولية، ولكن مهم جدا أن نفعل الوقاية الأولية وبرامجها. نرى هنا على الشريحة الثانية هنا حيل هذه الحركة الدورانية للبرنامج، الإطار العمل سنناقشه بشكل مفصل. أريد تلخيص أمر مهم جدا هنا، عامل مهم. إذا ما نظرتم إلى الخطوة الأولى وهي الإعداد والتجهيز، ترون الخطوة الأولى هي فهم هذه العوامل الوقاية والإمكانيات الموجودة، وأداء عمل أفضل هو الوقاية الأولية للإعداد والاستعداد وتقوية الوقاية في زمن الكارثة الكوارث. أيضا ثانيا، الخطوة الثانية نريد تقييم وتحليل الوضع، وأيضا نقيم نتائج الضرر، وأيضا تقييم هي النتائج والعوامل ضمن المجتمعات وفي المجتمعات. ما نراه نحن نفهم
هو عوامل وقاية التأثير هو الأساس لبرامج الوقاية هذه. أريد أن هنا أن أقف وأقول ما هي المخاطر والأمور الوقائية، العوامل المخاطر. أن سنذهب إلى الأسباب، يكون هناك خارجية، هناك الضعف، أي شيء يجعل هو العيش هو مضرا يحدث للطفل. على سبيل المثال في الفيديو سارة رأينا الكثير من العيش كان هو عوامل مخاطر للأطفال يختبرونه ليكون هناك أمور ضارة ضدهم. هذا عامل فيه خطورة. هناك أيضا الوقاية، أيضا هي المعكوس تحدث، هي تخفض العيش وخبرات الأطفال وضررهم. بالنسبة لعوامل الوقاية والفرص، تحدث على جميع الأصعدة بالنسبة للأفراد، الأطفال مع الأطفال، مع العائلة، مع المجتمع. هذه العوامل الوقائية. الطفل الذي لديه هو صعوبة، قد ممكن مساعدته في تخفيف التوتر الاجتماعي. كل هذه الأمور بالنسبة للمجتمعات، نعمل حوارا مع اللاعبين قد يساعد هؤلاء الأطفال، والمبادرات هذه لأدوات للأطفال قد تكون من العوامل الوقائية. فهم هذه المخاطر الوقائية وفهم الأولويات مع المجتمعات هو مهم جدا، ونحن هذا نقلل من المخاطر الوقائية سيكون تأثير كبير. ما هي العوامل الوقائية التي ستكون تأثير أقل على الأمور الضررية للأطفال؟ كل هذا الخطوات في هذه الحالة الحركية الدورانية سمعناه، الأهداف التي ستكون والمبادرات التي نحن سنختارها لتخفيض المخاطر ويكون تقييمها وفهمها بشكل أكبر. بهذه الملاحظة سأعود إلى سالينا التي ستتحدث عن تحديد المخاطر وأيضا العوامل الوقائية. شكرا سالينا. أريد أن أتحدث أيضا هو المفهوم التطوير واعتنقه السنة السابقة كأمر ريادي ونتيجة للمحادثات اللي تم بالنسبة للوقاية التي صنفت. أربع أمور هي فيها ضرر كبير، وهي الجهود الوقاية يجب إعطائها وفهم العوامل الأخرى وعلى كل الصعيد، أمور السيكولوجية، هذا النموذج لا تؤدي إلى نتائج مضرة. أيضا في هي عوامل الوقائية تساعد على هذه المخاطر ونتائجها. السنة الماضية CRA وضعت توجيهات وإرشادات حول ما وصفناه استخدام لائحة تشاركية حول هذه المفاهيم لتحديد فهم أكثر حول المخاطر والعوامل الوقائية في هذا السياق. وأعمل هناك علاقة بين سأضعها في الدردشة الآن. أشجعكم أن تنظروا إليها وتقرؤونها، هي ورقة مفيدة يمكن الاستفادة منها. بشكل عام التقييم هي الضعف لحماية نتائج الأطفال الضعفاء. هذه برامج هو في كثير من التحدي بالنسبة للآليات والطريق لكل، هي نتيجة تؤدي إلى ضرر. هناك أمور مختلفة وأمور معقدة. المفهوم هو تحديد، هي لائحة، هي عوامل وقائية ولأمور تشاركية
والتركيز في مجموعة العمل على صعيد المجتمع، الأطفال، الراعين الاجتماعيين، وأيضا أصحاب المصلحة الآخرين داخل المجتمعات، واللاعبين الآخرين. وأيضا هذا المفهوم يهدف لتحديد وفهم المخاطر، عوامل التي تتعلق بأيضا نتائج ضررية وأيضا عوامل وقائية يمكن تقويتها. وهذا أيضا سيساعد الوصول إلى تحقيق هو مثل تصنيف لتحديد أفضل للأطفال الذين هم في خطر، هناك نتائج مخاطر عليهم أفضل، ومنع هذا من أن يحدث لهم في وقت مبكر. هناك العديد من المرات كل خطورة هناك مناقشة في مجموعة العمل، وبشكل مجمل هناك المخاطر وعوامل الوقائية التي ذكرناها. كل مجموعة المشاركة لدينا كل مجموعة تشارك بناء على الفهم. هنا عوامل وقائية مختلفة يمكن نحن وضع أولوياتها في مجموعات معينة. في هذا الوقت مثل الأطفال ممكن نذكرهم على أساس الإساءة، وأيضا قد يكون بشكل كامل هذا سيكون هو نقاط جدال حول المجموعات الفريق العمل. هناك مجموعات مختلفة أيضا ضمن مجتمعات مختلفة، وهناك يكون لدينا صورة شاملة وكاملة حول العوامل الوقائية فيما إذا كانت موجودة. هناك فهم عميق مختلف حول هذه العوامل الوقائية تؤدي إلى تحسين وتصميم برامج وقائية ووضع أولوية للاستجابات المناسبة، أيضا بالنسبة على ممارسات قوية ونبرهن عليها خاصة في القطاعات للاستجابة على المشاكل، بالعكس بدلا من العمل مع المجتمعات لتحديد هذه المخاطر الوقائية لتقويتها والعمل عليها والبناء عليها. أيضا تحديد الأطفال والعائلات في برامج واندماجهم في وقت مناسب وسريع، وتحديد الآليات المناسبة والحماية الأطفال في على الصعيد المجتمع. وأيضا بشكل عام هو التقييم والمراقبة لهذه العوامل الوقائية. هذه المفهومية ساعدتنا في تحديد عوامل الحماية الوقائية. هي قد لا تكون واضحة، وقد لا تعتبر هي مكان مناسب لكي نحن نعالجها. هذه العلاقات هذه فيما بعدها هي مهمة جدا، التوقعات بالنسبة للعلاقات بين الأطفال في المجتمع، العلاقات فيما بين الأطفال تلعب دورا مهما في منع ضرر الأطفال. الآن سأتحدث بشكل مختصر هي مشاريع ريادية. هذا المفهوم لقد وضع على السنة الماضية، وهو يهدف إلى عمل آخر لمجموعات العمل المركزة وتسهيل هذه الأمور. هناك رؤية عالمية وتقديم لشركائنا في نوفمبر السابق قبل أن يحدث هذا النزاع الذي حدث، الذي نتج 60% من السكان قد شردوا في أمنية. وكان علينا نحن تحديد هذه الأمور الريادية في أمور الطوارئ، وفي القطاعات الأخرى تحتاج إلى تقييم أفضل. من خلال هذا التقييم حددنا أن سوء التغذية الأطفال قد ازداد، وهناك أيضا فرص أخرى وبراهين أخرى بالنسبة للتوظيف الأطفال وعمالة الأطفال ازدادت خلال هذا التقييم. نحن وضعنا تقرير ريادي
وبهذا المفهوم في يرفان ومجموعة التركيز حول الأطفال. هناك خطوات بين الصبيان والفتيات كاكبرز على سبيل المثال، خاصة الأمهات الذين هم في مناطق النزاع وحماية، وهو أيضا الأدوار في حماية الأطفال. هذه بدأت في تحديد هذه العوامل الوقائية. وبشكل مختصر ألخص أهم النتائج لهذا الدراسة الريادية. وأيضا هناك عوامل وقائية أخرى تم تحديدها من مجموعات أخرى، ألخصها فقط بشكل سريع. بالنسبة للنزوح، هو التوتر الاجتماعي النفسي والاحتياجات الأساسية، والعديد من الأطفال خاصة المساء إليهم ازداد الأمور الشعورية والجسدية في العقوبات اللي زادت عليها، وسوء العمل والسلوك. يجب أن نفهم ردة عكس أن التوتر النفسي قد ازداد. كل هذه العوامل الوقائية التي تم تحديدها لقد هي كانت قبل هي زيادة النزاع، هو الوصول إلى المدارس وخلق النشاطات والتمويلات والإحساس بالمجتمع، الوصول إلى أبسط الأمور المعيشية والأمن والسلام، وأن يكون في حول الجيران والعائلة. والأهم اللي هي الأمور الوقائية كانت تبقى هو حماية علاقة الطفل والأطفال، ما زالوا في أمور الأولوية. وفي هذا الوضع التصنيف الأولوية هو في زيادة سوء تغذية الأطفال، وهذا مهم جدا من النتائج التي وجدناها ويجب أن نبرزها بشكل واضح. ألخص، النظرة العالمية استطاعت اعتناق هذه البرامج بشكل سريع، وأخذوا عملوا وتغيير في برامجهم بشكل سريع، ووضع تصميم هذه البرامج كما ذكرت من قبل الأطفال. في هذا السياق لم هذه مجموعات التركيز اللي ناقشت حول سياق المشردين. الرؤية العالمية بشكل سريع نفذت نشاطات متعددة حول الأطفال، ولديهم نشاطات وضعت للأطفال اليافعين تحت سن الخمسة في أماكن آمنة وفي أمور متنوعة أخرى. وهذا لم تجد للأطفال اليافعين الأكثر يفعا، هذا أيضا لم يعنوا. وهناك الاستجابات المتعددة والمتنوعة التي حدث. هذه الرؤية العالمية اعتنقت هذه النشاطات والتي أدت إلى في العطل، تم وضعها هذه النشاطات حول أمور العطل. ازداد التعاون مع الفريق المساعدات الإنسانية والتنسيق بدأ. ذكرنا هناك الأمور التنوعية في مناقشات مجموعة العمل لكي يجتمعوا ويعبروا سوية نتائج هذه الدراسة. الرؤية العالمية التدريب، دربوهم المرشدين السيكولوجيين والمقيمين. هذه النشاطات التي ضمت أيضا الجدات أخذوا دورا أكبر، في أيضا تم اندماجهم في هذه البرامج للرؤية العالمية، وهذا بفضل الزيادة وتوتر الأمهات ومقدرتهم للاعتناء بأطفالهم. وهذا هناك العامل الروحي، هناك أيضا عمل الشرطة قد تم إخراطه، هناك اجتماعات مع الأطفال في دور الرعاية.
وبينهم الاندماج والمشردين من الأطفال وعدم الحصول على التعليم، ويكون حوار وحملات التوعية حول عمالة الأطفال. كان قلق كبير الذين يعملون في خاصة فيما يتعلق بأمور معيشة الأطفال. سأقف هنا. ألسبا، الكلمة لك. إذا لديك أسئلة سنأخذ بضعة أسئلة وسأعمل ما بوسعي للإجابة عليها في صندوق الدردشة. شكرا كالينا. هناك بعض الأسئلة في صندوق الدردشة، سؤالين الآن سأقرأهما. السؤال الأول من زميل حميد من الشليف، من كيف تخرط العائلات والأطفال في تحديد المخاطر على الأطفال؟ كلا، ليس هذا السؤال صحيح. يسأل المخاطر هو بالنسبة للضعف وشدة المخاطر. بناء على ذلك، كيف أنت تحددين هذه العوامل لتحديد المخاطر؟ هذا من حمدي من الهلال الأحمر. نعم، لقد أشار إلى كل العوامل الجوانب بالنسبة للتعرض الشديد للأطفال. أعود إلى مفهوم، هذا مفهوم بسيط جدا تم تحديده نتيجة تراكم المخاطر، وازدياد هي الوقائية، عوامل الوقائية والنتائج. نحن دائما ننظر نحن بالنسبة لقل تخفيض المخاطر، العائلات هي فقيرة والأطفال لا ينخرطون في عملية الأطفال، ويتم عزلهم ويتم توظيفهم. يجب أن ننظر إلى كل هذه العوامل المخاطر التي تتراكم سوية، بالإضافة إلى هو تآكل هذه العوامل، وأن يكون هذه البرامج لمنع الضرر بالأطفال. ضمن هذا ننظر إلى التعرض وقوة هذه عوامل الخطورة. أمل أني حددت، وأعتقد أني لم أجب على السؤال بشكل كامل، ولكن أمل بأني أجبت. لا، هناك تقرير تم نشره السنة الماضية بشكل مفصل، وسأرسل هذا الرابط بعد قليل. هناك بعض الأسئلة تأتي ويسمح لنا الوقت. زميلنا يونس يسألنا: كيف تفكرين من المحتمل إشراك العائلات والأطفال في تحديد المخاطر آخذين سياق جائحة الكوفيد 19؟ هناك ممارسات جيدة حول هذا الموضوع تشاركين معنا؟ هذه نقطة عظيمة ومهمة أن نبرزها. يجب أن تشارك أيضا في هذا المشروع الريادي، يأتي في عدة سياق: القطاع الصحي والقياس الموجودة. سأتحدث إلى هنا فريق الريادي أيضا الذين يشاركون في الوضع الكوفيد، كيف يمكن هو التكيف مع هذا المفهوم. يجب أن نعتبر في ذلك الوقت مجموعة العمل يجتمعون لقاء 8 أشخاص، هناك أعداد قليلة لأفراد في مجموعات التركيز، هناك الحكومات وأيضا المعنيين بالقطاع الصحي للقياسات والإجراءات. هي أيضا قضية بقضية وسياق بسياق، العديد من السياقات. نجتمع مع مجموعات قليلة، هناك أيضا تباعد جسدي، وأيضا هذا كله هذا يحترم، هذه المسافات عند هذه الاجتماعات. شكرا جزيلا. هناك سؤال آخر:
زميلنا سفيرة تسألنا، وإذا أنت بالنسبة للتدخل بالنسبة للوقاية الأولية للسكان يكون مخاطر أو يمكن تصنيفه هو من الوقاية الثانية؟ بالنسبة المخاطر هي هنا باندا، سيكون مخاطر خفيضة، سيكون هو وقاية أولوية؟ هذا سؤال عظيم. نعم، يوجد العديد من الأسئلة الرائعة التي تبرز. كيتي تسأل، يهمها أن تعرف ما هو التدريب والدعم المزود للميسرين الذين يقومون بنقاشات جماعات التركيز حتى نحصل على فهم ذات سياق وغني تماما للنقاط القوى والمخاطر الموجودة في مثل هذه السياقات. شكرا كثيرا لهذا السؤال، لأن هذا شيئا ذكرناه. لقد قمنا بتدريب مع فريق World Vision النظرة العالمية، وقد كانوا منخرطين مع العمال الاجتماعيين وعمال الحالات الذين يعملون مع الأطفال، وبذلك كان العامل الاجتماعي الذي كان ييسر نقاشات مجموعات العمل، وكان معنا مع الأطفال أخصائي للنفس للأمور النفسية. إذن كانوا أفراد عندهم الكثير من الخبرة في العمل مع أمور حماية الأطفال. ومن هذه الناحية كنا قد يسرنا التدريب عن المنهجية بحد ذاتها ومع كل الأفراد قبل أن تبدأ مجموعات العمل. إذن حددنا أفرادا كانوا عندهم خبرة في العمل مع الأطفال في هذا السياق. Fantastic. Thank you so much for those questions. هذا رائع، شكرا كثيرا على هذه الأسئلة. أعلم بأن هاني قد وضع بعض الإجابات لبعض الأسئلة الموجودة في الدردشة، لذلك شكرا كثيرا. والآن ننتقل بسرعة إلى التدريب الثاني. سنقوم بعمل جماعي مع 232 مشارك. إذا ما سنقوم به هو أننا سننقسم إلى مجموعات 5 أو 6 أشخاص لمدة 10 دقائق مع شرح بسيط. سنضعكم في مجموعاتكم، سنحاول أن نضعكم وفقا للغة. إذا ضمن المجموعة هل يمكن أن تتفقوا على مخرج دار واحد للأطفال الذين يمكن أن يمروا بها عبر السياقات الإنسانية؟ وحاولوا أن تتناقشوا ضمن هذه ما هي عوامل الخطر بالإضافة إلى عوامل الوقاية المرتبطة بهذا المخرج. إذا عندما نتحدث عن مخرجات ضارة فكروا ب ما تحدثنا عنه عن العمود 2 في مذكرات التفاهم مثل عمالة الأطفال في قصة سارة. حاولوا أن تفكروا ما هي المخاطر الموجودة، فكروا ببعض المخرجات الضارة، وبعد ذلك انظروا ما هي العوامل الخطر. إذا ما الأسباب الجذرية التي تزيد احتمالية هذه النتيجة الضارة؟ مثلا كان هناك حالة دراسة في أرمينيا لها علاقة بالنزوح، وقد تكون لها علاقة بعدم القدرة للوفاء بالاحتياجات الضرورية، وكذلك أيضا العوامل الوقاية والحماية، مثلا العلاقة ما بين الأطفال ومقدمي الرعاية، الصداقة، الوصول إلى تعليم ذات جودة. فكروا إذا بهذه العوامل أيضا. إذا السؤال سنضعه مرة أخرى في الدردشة، لذلك يمكنكم أن تقوموا بذلك خلال عملكم الجماعي. أنا في هذه اللحظة فقط نريدكم أن تقوموا بالنقاش فإن الوقت قليل، لذلك ابدأوا فورا وهذا سيكون رائعا. وبعد ذلك سأعيد الكلمة الآن للمنتجين حتى يقومون بهذه المجموعات، وسنعود بعد 10 دقائق. وشكرا للجميع. شكرا. الغرف جاهزة لكم جميعا. لم يضع الجميع لغتهم المفضلة، ولذلك إن كنتم في غرفة تفضلون ألا تكون ضمنها فأعطيتكم الفرصة حتى تنقلوا أنفسكم إلى غرفة أخرى، وبذلك الرجاء أن تشعروا بالحرية بالقيام بذلك، وإلا فاستمتعوا بهذه ال10 دقائق بدءا من الآن. كل ما عليكم أن تقوموا بها الموافقة على نقلكم إلى الغرفة التالية. Okay, welcome back everybody. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أهلا، شكرا.
يبدو أنه ما زال بعضكم يعود. عندنا 60 شخصا قد عاد. حسنا سوزان، هل تريدين أن تبدأي الآن؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. لمعظمكم أتمنى بأنكم قد قمتم بنقاشات مثيرة في مجموعاتكم، والآن سنقوم ببعض التعليقات والتغذية الرجعية عما حصل في الدردشة. هل يمكن أن أسأل إن كان أحدكم يحب أن يكتب في علبة الدردشة ما هي النتائج الضارة التي تحدثتم عنها، التي يمكن أن نتحدث عنها في الجلسة العامة؟ هل تودون أن تضعها في علبة الدردشة؟ نعم، التجنيد، التنمر، عمالة الأطفال، اغتصاب جنسي، اعتداء جنسي، عمالة الأطفال، عمالة الأطفال، تهريب الأطفال. رائع من أن نرى مواضيع متنوعة عديدة. إذن أظن أرى الانفصال عدد من المرات. سأذهب مع انفصال العائلة. ما الذي سنقوم به الآن هو فكروا بموضوع انفصال العائلة، سأتحدثم عنه في مجموعتكم أم لا، وسنعود مرة أخرى إلى مقياس المنتيمتر. سنعود إليه، نقوم بإحصائية، وستسألكم، أنا سأسألكم، ما هي عوامل الخطر المحتملة لهذه النتيجة الضارة وهي انفصال العائلة؟ إذن هذا الشيء يمكن أن تكونوا قد ناقشتموه في مجموعتكم، أو أنكم قد مررتم به في سياقات مختلفة أو ضمن عملكم. إذن لدينا العنف في المنزل بسبب الانفصال، عدم وجود راتب، عدم أمن غذائي، مواضيع متعلقة بالاقتصاد، الفقر، النزوح، ممكن يأتي إلى نزوح ثانوي، عمالة الأطفال بسبب الانفصال، التوتر العاطفي، الاعتداء الجنسي والإساءة الجنسية، الاستغلال، عدم وجود طريقة لكسب الرزق، رأينا ذلك كثيرا. هناك الكثير من الأمور المتنوعة، الصحة النفسية، الحزن، الاكتئاب ما بعد الصدمة. إنها خريطة رائعة أن ننظر إليها، لأنك كما نعلم يوجد العديد كثير من العوامل المختلفة التي قد نجدها في إحدى السياقات ولكن لا نجدها في سياقات أخرى. والأسباب أن الأطفال يمكن فصلهم من عائلاتهم قد يكون مختلفة، ولهذا السبب من المهم أن ننظر إلى الأسباب بشكل محدد ضمن هذا السياق. مثير للاهتمام كثيرا، أشكركم. والآن دعونا ننتقل إلى السؤال الثاني. لا أدري إن كان هذا رابط آخر جديد أم نبقى على نفس الرابط، ولكن سننظر إلى العوامل التي تحمي. ما هي العوامل الوقائية التي يمكن أن تساعد في حماية الأطفال من التعرض لهذا الانفصال؟ أرجو أن تضعوا أجوبتكم ونقوم بالعصف الذهني مرة أخرى. العوامل الوقائية التي يمكن أن تكون لدينا حتى نحمي حماية حتى نحمي الأطفال من الانفصال. أيضا بنظر إلى عوامل الخطر المختلفة، ننظر إلى عوامل وقائية مختلفة أيضا، مثل الوصول إلى الخدمات، التعليم، أن تكون المجتمع متحسسا لهذا الموضوع، حساسا لهذا الموضوع، الرياضة، اللعب، تعزيز الاقتصاد، آليات للتثقيف. أحب أن كلمة المجتمع موجودة في المركز، حيث أن المجتمع يمكن أن تكون عاملا وقائيا كما أن نرى العائلة. إذن العائلة والمجتمع والعائلة الواسع الأكبر. إذن الاستشارة وتقديم النصح للعائلات، تقديم النصائح القانونية، روابط أسرية كبيرة قوية، دعم اجتماعي، أطر قانونية. هناك الكثير من العوامل الوقائية التي يمكن أن نستفيد منها. رفع الوعي،
تبليغ الأطفال وتزويدهم بالمعرفة. إذا الكثير من هذه الأمثلة important protective هي مهمة تماما كعوامل وقائية. حسنا الرائع، لقد وضعتم الكثير من العوامل الخطر وعوامل الوقائية أيضا لهذا الموضوع فقط، ولذلك من المهم تماما أن نتأكد من أن نضع الأمور في سياقاتها وأننا نفهم بذلك ما هي عوامل الخطر ضمن ذلك السياق، وأيضا أن نعرف ما هي أكثر العوامل الأكثر أهمية. إذن إن أردنا أن نعالج أنه لا يوجد مجتمعات داعمة بما يكفي، فهذا بتعزيز الاقتصاد يمكن أن نقويها، أم ربما يجب أن نزيد حساسيتهم. إذن ما هي العوامل التي تكون أكثر أثرا عندما نقوم بتعزيز الدعم للمجتمع؟ والآن أشكركم جميعكم لنقاشاتكم وإعادة أفكاركم لنا مرة أخرى، والآن سأعيد الكلمة لإلسبث. تفضل. لا ليست إلسبث، أظن سأعطي الكلمة لسيلينا، أعتذر. سيلينا ستتحدث عن جزء آخر من الخلفية. إذن ما هو العناصر الأساسية للبرمجة؟ شكرا كثيرا سوزان، ورائع أن أرى كل هذه الاستجابات المتنوعة في مقياس المنتيميتر. أرى بعض الكثير منها هي مثيرة للاهتمام، وهي أن الكثير ما طرح يمكنكم أن تروا كيف أنه غالبا ليس فقط خطرا واحدا أو نتيجة مؤذية واحدة للأطفال، غالبا كلها مرتبطة ببعضها البعض، حيث نرى أنه عندنا مشكلة من ناحية نفسية والاجتماعية والتجنيد. إذا نرى كل هذه العوامل الضارة والنتائج العامة والتي نفكر فيها بأنها منفصلة ولكنها حقيقة مرتبطة تماما ومتناسبة مع بعضها البعض. في هذا المثال متوافقة مع المثال الانفصال هنا. قبل أن نبدأ بالتحدث عن العناصر الأساسية لإطار العمل، أظن أنه بعلبة الدردشة يمكننا أن نضع بعض الوثائق في الدردشة. لقد طورنا بالإضافة إلى مبادئ التوجيهية ووثائقها موجز، والذي يبرز الإجراءات المختلفة التي نستخدمها لتعرف على عوامل الخطر والوقاية. وأود أن أضيف مصدرا آخرا، لأن حامد أظن سأل عن ما هو عندما نكون معرضين لشيء ما، حتى نبرز ما وضع في التقرير، وقد وضعت الرابط هنا. ضمن هذه الوثائق الثلاثة التي أرسلناها السنة الماضية كان لدينا بعض الاستعراضات المختلفة، وهي عن عوامل الوقاية والخطر، ليس فقط في قطاع حماية الطفل وإنما في علم تنمية الأطفال والتحمل على الصبر وكذلك الرعاية النفسية الاجتماعية. ووجدنا بأنه توجد عوامل مشتركة للخطر والحماية، وجدناها عبر سياقات وقطاعات مختلفة. إذن ضمن هذه الوثائق ستجدون ما نشير إليه بأنها أمور وعوامل مشتركة أو عالمية للخطر وللوقاية، ويجب أن نضعها في سياقاتها في كل سياق محدد. ولكنني أشجعكم جميعا بأن تنظروا إلى هذه المصادر والموارد، والتقرير الذي أبرزته الآن للتو هو أيضا يحدد إرشادات خاصة عن عوامل العلاقات الأسرية وكذلك عن التعرض له. ماذا أعني بذلك؟ أعني من ناحية الشدة، المدة الزمنية التي قد يكون الطفل فيها معرضا للخطر كالعنف مثلا، بالإضافة إلى القرب إذا كان الطفل مثلا أو قريبا على مجموعة مسلحة، وبذلك الطفل يكون معرضا أكثر للتجنيد مثلا عن لو كانت المجموعة المسلحة أبعد. وبذلك تعطينا مبادئ توجيهات أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فنيكس قد ذكر بأن كل من هذه عوامل الخطر هذه أيضا يجب أن أخذها بعين الاعتبار في المراحل المختلفة في تنمية مرحلة تطور الطفل، لأنه طبعا البرمجة قد تكون مختلفة وفقا للعوامل ومراحل التطور. لذلك أردت أن أذكر هذا الأمر أيضا. وفي النهاية
فإن البرمجة عوامل البرمجة الأساسية التي تم تحديدها مع الدعم مبادرات الوقاية والمجموعة الاستشارية المرتبطة بها فهي مرتبطة بأن تكون ذات سياق محدد بالنظر إلى كل المستويات المختلفة وتكون متعددة القطاعات وتعاون ما بين القطاعات تعزيز عوامل الحماية إذا ليس فقط الاستجابة للمخاطر فكما كررنا عبر هذا العرض طواله وكذلك بشكل استراتيجي أن نستفيد من النتائج إلى حد الأقصى مثلا بالنظر إلى العوامل ومن استهدفناه في البرمجة وأيضا تيسير الملكية المجتمعية وأن تكون شاملة للأطفال ومركزها الأطفال وأيضا أن تعبر الأنظمة التطور والأنظمة الإنسانية إذن سأتوقف هنا الآن ثم أعيد الكلمة لك سوزان شكرا كثيرا إذن كما ترون فإن الجلسة قد أتت إلى نهايتها ولذلك قبل أن ننتهي نود منكم تعليقاتكم ستكون إجاباتكم غامضة لذلك أرجع أن تضغطوا على أرهابت وتضعوا فكرة واحدة عن سؤال إن كان هناك شيئا واحدا استفدتم منهم وتودون أن تستكشفونها أكثر خلال هذا الأسبوع أو خلال عملكم فأرجع أن تضعوا ما هو هذا السؤال Why is there no funding for this important work? لماذا لا يوجد تمويل لمثل هذا العمل المهم؟ نحتاج إلى المزيد من التصميم لمداخلات الوقاية أن نفهم أكثر تعاريف المستويات الثلاثة للحماية إدماج متعدد القطاعات كما أن هناك بعض الجلسات المحددة عن ذلك في هذا الأسبوع مثلا الوقاية في السياق عندما لا يوجد هناك أي قانون أو لا يطبق القانون هل هذا ممكن أدوات لبرمجة الوقاية استخدام مجموعات التركيز وأدوات النقاش التي عرضناها في هذه الجلسة كنقطة بدء للمداخلة Great. Fantastic. هذا رائع شكرا كثيرا لهذه التعليقات كيف نولد المزيد من البراهين يمكن أن أتحدث عن الأولى التي برزتها والتي قرأتها وهي متعلقة عن أفكار الأطفال عن المخاطر وطبعا هذا مهم بأن نتعامل مع الأطفال فمثلا في المنهجية تحدثنا سابقا عن ذلك حتى نحصل على مناظير الأطفال عما يسبب ويؤدي إلى الأذى وأظن بأن النقطة التي طرحناها سابقا عن الأطفال في أرمينيا في السياق الطلعي فإن الأطفال أصغر سنا يؤمنون حقا بأنهم يتم عقابهم لأنهم قد أساءوا التصرف هذا يحطم القلب لأن الأطفال لا يفهمون بأنه حقيقة هو نتيجة للوضع والتوتر لذلك من المهم أنه ليس فقط نفهم من منظورهم ما الذي يسبب الأذى ولكن أيضا أن نعرف برمجة في مكانها حتى نساعدهم لفهم أنهم لم يقوموا بأي شيء خاطئ لذلك كان منظورا مهما وكان ممكن أن نحسن ذلك وكانت نقطة رائعة التي تبرز أهمية الانخراط مع الأطفال والتفاعل معهم على مستويات متعددة فقط أردت أن أضيف هذه النقطة رائع شكرا إذن شكرا كثيرا لمشاركتكم في هذه الجلسة إنها كانت مليئة بالمعلومات ومثيرة للاهتمام تماما وكان من الرائع نظر إلى الإحصائيات المختلفة عن الإحصائيات الأولية في المداخلات في حماية الأطفال أرجع أن تتأملوا عن كل هذه الأمور التي قمنا بها في هذا الأسبوع ويمكنكم قراءة الورقة التي وضعناها عن الحماية الأولية إن لم تقوموا بذلك
وكما قالت سيلينا فيوجد الكثير من المعلومات على روابط مع ورقة المعلومات الأساس في صفحة الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة الوقاية وورقة موقف أعلى. سنعطيكم 5 دقائق ما بين الجلسات مما يعطيكم الفرصة لأن تنتقلوا إلى الجلسة المواضيعية من خياركم التي ترغبون الانضمام إليها. ستجدون إليها في فايلو أو فيلو سبيس في اليوم 1 وهو 4 أكتوبر تشرين الأول. وأي شخص يود الاستمرار بهذا النقاش في الوقت الحالي يمكن أن ينضم إلى سوزان وسلينا في المقهى، والذي يمكن أن ينضم يكون هناك في الجزء السفلي الأيسر من مكتب الترحيب وفي صالة الترحيب، حيث يمكنهم الإجابة عن أي أسئلة لديكم. لذلك أشكركم مرة أخرى وأتمنى أنكم استمتعتم بهذه الجلسة. شكرا كثيرا ونراكم قريبا.